اللي مو الكل يقدر يسويها. وضيفتنا تميزت بشيء يمكن هي تعتبر الأولى في العراق بهذه المهنة، وبعدها ظهر بعض الشباب وصارت هي تزودهم بالمواد الرئيسية. ضيفتنا اليوم مختصة بتحنيط الفراشات، شيء غريب وغير مطروق اليوم، ويانا سارة حتى تحكي لنا عن قصتها أكثر. يسعد صباحك سارة، نورتينا. صباح أهلا وسهلا سارة، نورتينا. طبعا احنا كلش سعيدين بهذا الكم الجميل من الفراشات صحيح. الموجودة هنا اليوم. طبعا هاي فراشات حقيقية محنطة. أهلا وسهلا نعم. بيش سارة، هاي شغلها لسارة. سارة احكي لنا قصتك ويا الفراشات. أكيد قصتي ويا الفراشات إنه نوع من الحب والشغف بديت بيها من الطفولة. تتحب فكرة إنه هم رغم إنه يعني حياتهم القصيرة اللي ما تستمر الأسابيع معدودة، تتحب فكرة إنه يعني بحياتهم قصيرة بس productive like يعني يستمرون بقوة وجمال ويحاربون حتى يعني يسوون مهامهم اليومية يعني هاي المدة القصيرة بحياتهم. صحيح. فعلا. نعم. طبعا انا حابه اعرف من عندك يعني الفراشات هي كلش رقيقه، يعني اذا لزمتيها راح نعم. تتفتت، شلون انت تحنطيها؟ يعني نعم. شو الطريقه اللي تستعمليها؟ نعم هو كل يعني كل شيء له اسلوبه المحدد. فاني بالبدايه كنت يعني احنطها بطرق بدائيه كلش، يعني هي من تموت شويه من اجزاء اجنحتها انه تتاذى وهالسوالف، فكنت احاول انه ارمم اجنحتها. بس بالبدايه لا، انه الطرق البدائيه كانت تخلي الاجنحه تتأذى بالزايد وهيج. بس ويا الوقت بديت انه شويه شويه يعني اتعلم اكثر، اتعلم ارمم اجنحتها اكثر ولحد ما وصلت لمرحله شبه احترافيه. طيب اي وحده تكون اصعب تحنيطها؟ يعني احنا بنشوف اكو احجام هذه الكبيره اللي موجوده يمنا يعني كلش حلوه، هاي تكون اصعب دا حسها من الصغار؟ اكيد اكيد، كل ما كانت حجم الفراشه اصغر كل ما كانت يعني تحنيطها والتحكم بها يعني اصعب، لان نخاف نأذيها. يعني كل ما كانت أصغر أصعب؟ نعم. أوكي تمام. الكبار شوية يعني التعامل وياها يكون أسهل. نعم. وشلون صارت عندك فكرة التحنيط؟ يعني فكرة التحنيط من أنت تحبين نوع من أنواع مثلا أن تحبين الفراشة نعم. فكرة التحنيط ما تكون مقبولة هواية بالنسبة إليش، خاصة يعني ممكن الناس تفكر أنه أنت حتى تشتغلين هذا الشغل وتحنطين الفراشات ده مثلا تأذيهم تقتليهم حتى تقدرين تجيبين أكبر نسبة من عندهم نعم. شلون تدبريهم؟ شلون تجيبيهم؟ من وين تجيبيهم؟ لأنه هاي الأنواع مو كلها موجودة صحيح. يعني بالحدائق الطبيعية اللي إحنا نروح لها. نعم فكرة التحنيط جتني من الطفولة، كنت أحب إنه كل ما يعني نهاية كل ربيع أشوف فراشات ميتة بحديقة بيت جدي أحب إنه أجمعها وأحنطها مثل ما قلت إنه بطرق بدائية حتى أخلد جمالها. ويا الوقت من تنمت هاي الموهبة عندي بديت أتعامل ويا محميات خارج العراق، هاي المحميات تحاول إنه تحافظ على حياة الفراشة نعم. وتعطيها ظروف بيئية مناسبة حتى تعيش لمدة أطول نعم. ورا موتها يصدرون خلينا نقول الفراشات الفنانين حول العالم والناس مهتمة بهذا الموضوع حتى يحنطوهم ويخلدون جمالهم، يعني تحت مبدأ إنه ما نخلي هذا الجمال ينقرض ويتفتت ويموت. نعم يعني هي مو انه انتم تحاولون تتخلصون منها حتى لا تستفادون لا. منها كشكل، لا انتم بعد ما هي تخلص دورتها الحياتيه نعم. وراها تبدون. التحنيط يعني وفق مبادئ وشروط اخلاقيه بالكامل، كلها محنطه بعد موتها طبيعيا. نعم. طبعا انت حابه تشوفينا شيء بالبوكس؟ نخلينا نشوفه للمشاهدين. الفراشات من اطلبهم نعم. تجوني بهذه الطريقه نعم داخل ظروف، هذا نعم. الظرف انه يحميها من التلف نعم لحد ما يعني تتصدر الغرد والحول. من وين تجيج؟ من اي دول تجيج؟ حسب انه كل فراشه لها موطن، فاكو يعني محميات انه عندها انواع محدده نعم. انا يعني ما استمر يعني على بس هذول الانواع، فانه احاول انوع نعم. هذا النوع الازرق اللي موجود يمنا هو من وين يجي؟ هاي فراشه المورفودت سوس، يعني تعيش باغلب المحميات بس تعتبر من الفراشات الكلش نادره والقيمه بالطبيعه نعم. فهاي تعتبر حلوة. اكثر فراشه قيمه بالمتجر حاليا. فالفراشات تبوع عليها هيك بلطف وحنان حوالك يعني اوراقها دا تلمع كانه يعني قديفه هيك. صحيح هي هاي المميزه فراشة المورفوديتسوس لها أنواع، هاي هم واحدة من أنواع الفراشة يعني حتى اللي لونها أسود كلش غريبة وحلوة صحيح.
يمكن احنا اغلبيه الانواع اللي شايفيها هنا بالعراق هي اللي تكون بها برتقالي او هذه ترابيات الالوان. نعم. يعني ما شايفين الالوان الاخرى مثلا الاسود غريبه جدا، الازرق هاي الزرقاء اللي موجوده ويانا بالعراق للاسف بسبب الاحتباس الحراري وهاي المشاكل اللي دا تصير، فنسبه الفراشات دا تقل كل شهوه، بالاخص انه بفتره اليرقه او الشرنقه انه معرضه لهواي مخاطر من الحشرات او الحيوانات الثانيه، فرصه نجاتها هيكون اقل، فدا اشوف انه مثلا بدول الخارج يسووا لهم محميات او يسوون انه ناس من الاشخاص العامه انه يساعدوهم انه يتخطون هاي المراحل، بس هذا الفن او هذا العلم بالعراق شويه يعني ما موجود، فللاسف الفراشات تنقرض بالعراق. يلا بلكي انت تسوين المحميه. ان شاء الله. شلون الاقبال على شغلك هذا نفسه؟ بالبداية من بديت بالمشروع الموضوع كان شوية يعني مختلف وجديد، فالناس كانت شوية مستغربة من عدة، بس ويا الوقت كان له إقبال كلش كبير الحمد لله، والناس كلش حبت الفكرة والموضوع، بالأخص من بدوا يتأكدون من ناحية أنه هي ميتة بصورة طبيعية وما مقتولة، وكان له إقبال يعني بالأخص أنه أكو ناس مثلا يجون يقولون أني سارة أني حلم حياتي أمتلك فراشة متجرس كلش حلو كلش حبيته، ف هيجي. نعم. طيب ساره شلون تبدين تحنطيهم؟ يعني شو المواد اللي تستخدميها بتحنيط الفراشات؟ الفراشات يعني خلينا نقول الحشرات بصوره عامه ما يحتاج لها انه اشياء كلش هوايه. فقره التحنيط انه يكون متكون من عده مراحل، نبدي انه بفرد اجنحتها من توصلنا بهاي الظروف المغلقه. يعني هي تكون مكبوسه، انت تحاولين تفتحين اجنحتها. نعم. اول شيء. نعم. إذا أوكي. يعني حاولنا نفتح الأجنحة بدون ما يعني نطبق كل الشتمة، فالأجنحة قبل يعني تتفتت وتتكسر وما نقدر يعني نكمل العملية، فنمر بمرحلة الترطيب، نبقيها ببوكس ترطيب حسب نوع الفراشة يعتمد، أكو فراشات يحتاج أنه 3 أيام أكثر مرات، وأكو فراشات لا أنه مثلا نص يوم يوم حسب نوع الفراشة. ورا مرحلة الترطيب نبدي نفرد بالأجنحة ونثبتهم، ويبقى على هالحالة هم حسب نوع الفراشة من يوم إلى يومين أو أكثر، حد يعني حد ما يجف جناح الفراشة بالكامل، ورا ما يجف نسوي منهم قطع فنية مثل هاي. حلو. طبعا هذه القطع اللي دا نشوفها قدامنا كلش حلوه، بس اذا الواحد اخذها مثلا خلاها بالبيت ما راح ويا يعني وقت خلينا نقول ممكن تتلف او يصير بيها شيء، او احنا شلون نقدر نحافظ عليها بعد ما نقتنيها؟ هو فكره خلينا نقول شعار المشروع مالتي بصوره عامه انه اخلد انه خلينا نقول الجمال ما يموت ورا يعني ورا موت المخلوق خلينا نقول. ففكره المشروع انه احافظ على جمالها للابد. شلون نقول للابد؟ اذا توفرت لها الظروف البيئيه المناسبه بالطبع، انه مثلا هاي الفراشات ما يصير انه تبقى بمكان رطب او ما يصير بمكان انه معرض لاشعه الشمس المباشره، فاذا توفرت لها الظروف البيئيه المناسبه هذا التحنيط حيحافظ عليها للابد. حلو. نعم. طبعا احنا ايضا عرفنا انه انت حضرتك رسامه وترسمين، يعني نعم. اكيد هذا الشخص اللي يحنط هاي الاشياء الرقيقه لازم يكون فنان من جميع الجهات. حابه نعم. اكثر تعرفينا همنا على الرسم اللي تحبين ترسمين وشو كنت بديتي بالرسم ايضا؟ الرسم هو انا من الطفوله عندي هوايه يعني هوايات خلينا نقول، بس من بديت بمشروعي ماي كيوبيد لايك يعني حاولت اهمل كل الهوايات الثانيه واركز على الفراشات. بس بالبدايه كنت احب انه مثلا ويا القطع الفنيه مالتي ويا اللوحات ويا الرسمات ادخل فراشات للموضوع، وكنت احب انه قبل لا ابدي بالمشروع احب انه اسوي يعني قطع فنيه بيها. وبعدين قبل سنتين تقريبا من وحده من صديقاتي عرضت علي تشتري الكولكشن الفراشات الموجوده عندي، جتني فكرة المشروع وحاولت أطبقه على أرض الواقع. نعم لله. حلو. كم سنة صار لك يعني تشتغلين على هذا المشروع؟ كهواية موجودة من الطفولة، بعدين كمشروع كعمل يعني مشروع خاص. نعم جتني الفكرة قبل سنتين، بديت أشتغل شغل يعني بغير أماكن كموظفة حتى أجمع رأس مال المشروع. من بديت رأس مال المشروع قبل سنة وثلاث أشهر بديت فيها. نعم. نعم طبعا انا ايضا دا اشوف انه احنا يعني عندنا انواع متعدده، يعني انت حاطة الفراشه هنا على جمجمه وخلتها بساعه، يعني شفنا اشكال كلش هوايه. هذه الاشياء ما تكون صعبه اكثر؟ يعني احنا انت هنا مخليتها بال يعني هذه داخل اطار ساعه صح؟ نعم.
يعني ما تكون صعبة أكثر تثبيتها والحفاظ عليها؟ يعني بنشوفها كل التفاصيل مال الفراشة ما متأذية نهائياً. صحيح. هو يعني كتحنيط الفراشة دا أشوف بهواية دول أنه مجرد أنه أول ما يكملون تحنيط الفراشة يخلوها بإطار ويشوفوها للناس أو يعرضوها للبيع بالمتاحف وهالسوالف. نعم. فكرة المشروع كانت من البداية أنه من بداية أدخلها الأعمال الفنية اللوحات. نعم. قلت انه ما اريدها انه تكون تصاميم ممله، اريدها تكون انه بغض النظر انه هاي فراشه تصلح كديكور، تصلح كناس انه تحب التحفيات الاشياء الفنيه. نعم. فحاولت يعني انوع بها قدر الامكان حتى المشروع ما يكون ممل. نعم. وحصلتي على دعم يعني من اهلك على هذا المشروع؟ أكيد. حاطه مكان محدد بالبيت إلى. نعم. بالبداية شفت كل السوالف أسويها بغرفتي، بعدين من بدأ المشروع شوي يتطور ويكبر بديت يعني لا خلص سارة هاي الغرفة ما تكفي. فالدعم من الأهل والأصدقاء والأشخاص المقربين إلي يعني من بداية المشروع لحد هسه كانت متواصلة، فبديت أخصص غرفة كاملة كورشة للأعمال الفنية والمشروع. بالتوفيق. طيب إحنا تعرفنا على النوعية الكبيرة اللي تكون لونها أزرق. نعم. النوعيات الصغار الثانيين شنو هم أسمائهم؟ يعني هل عندهم أسماء معينة؟ إحنا كلهم صح لهم مثلا فراشات. صحيح. لهم أسماء حسب اللون أو الموديل مالتهم؟ أكيد أكيد، كل فراشة لها اسم علمي مخصص خاص بها. نعم. بغض النظر على الاسم العلمي حسب الدول اللي تنتشر بيها، فكل فراشة لها أسماء يعني كومن بين الناس. أنه مثلا أكو ناس يصيحوها بأسماء يعني خاصة بها. إحنا عندنا فراشة الحمضيات موجودة كل الشهواية بالعراق. كل اللي هاي اللي تكون مو حلوة شكلها؟ فراشة هيجي تكون ترابية صغيرة؟ هاي لا، هاي الترابية هاي صغيرة لا. موجودة عندنا. نعم. واحدة ثانية اسمها فراشة الحمضيات، للأسف ما جايبتها وياي. نعم. شنو حابين نشوفها؟ هاي فراشة الحمضيات تكون ويا يعني تنتشر ويا أشجار اللاتانا ويا أشجار البرتقال، والنقوشات مالتها يعني عن نفسي كل شحبها صراحة. نعم. ونعم كل فراشة صغيرة لها اسم علمي خاص بها واسم يعني خاص بالبلدة. أنا كلش استمتعت اليوم كريستينا، تعرف أنا من عشاق الفراشة. شكرا لك طبعا، وإن شاء الله تتوفقين بهذا المشروع الخاص بيك.